المجلة العلمية. المجلة العلمية. المجلة العلمية. المجلة العلمية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم على موجات إذاعة الشباب. هذه المجلة العلمية، برنامجكم الأسبوعي اللي يجيكم كل نهار أربعة، نصيف ساعة نعملوا فيها جولة بين المستجدات والأخبار العلمية سواء كانت في الصحة، التكنولوجيا، البيئة وغيرها. اليوم المجلة العلمية تستضيف أول تونسي متحصل على ميدالية المسابقة العربية للبرمجيات، كذلك باش يكون حاضرين معنا مجموعة من طلبة سيبكوم اللي تحصلوا على المرتبة الأولى في الدور النصف النهائي لمسابقة التحدي العربي لتطبيقات الجوال. اليوم زاد في المجلة العلمية باش نحكيو على مادة نلقاوها برشا في المواد الغذائية، خاصة المنتوجات اللي ما نعبروا عليها بزيغو بورسون ولا لايت، باش نحكيو على الاسبختام، شنو هو، شنية أثاره على جسمنا. كذلك زادة باش نعملوا جولة في الفضاء وباش نتعرفوا على نجمة سيريوس، النجمة الأكثر إضاءة بين النجوم في الفضاء، مع مواعيد علمية. كل تفاصيل الحصة تابعوها معنا مع وفاء بركة. مرحبا بالجميع. قبل ما نتعرفوا على شبابنا المتوج في المسابقات الدولية، باش نحكيو على مادة نلقاوها كما قلنا في عديد المنتوجات الحلوة، وخاصة المنتوجات ما نعبر عليها بزيغو بورسون واللايت. المادة هذية تعطينا طعم حلو بأقل كالوري، المادة هذية الاسبختام. حضرت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئة المنتوجات التابعة لوزارة الصحة في نشريتها لشهر جانفي من الاستهلاك المفرط للمحلى الصناعي غير السكري الاسبختام، واللي صنفته من بين أخطر المواد المضافة للأغذية. الاسبختام هذا شنو هو؟ شنو مكوناته؟ وين نلقاوه؟ شنو مضاره على جسمنا؟ هذا الكل باش حكينا عليه الدكتور طه الغربي، أخصائي في علوم التغذية. مرحبا بك دكتور طه الغربي، أخصائي في علوم التغذية على موجات إذاعة الشباب. مرحبا دكتور. كان تعرفنا بمادة الاسبختام، مناش متكون؟ هو يعني بالنسبة لمادة الاسبختام نجم نقولوا هي عبارة عن مادة محلية صناعية، ماهيش منها طبيعية. الاسبرتام أنا يعتبر من أكثر المواد محلية صناعية، أكثرها معناها انتشار واستعمال، لهيك أن هناك أكثر من 6000 يعني مادة نجم نقولوا غذائية موجود فيها الاسبرتام. هو صناعة كيميائية ماهوش طبيعي. بالضبط، يعني هو يعني نجم نقولوا معناها مادة معناها محلية صناعية، ونعرف اللي كون الحلاوة الموجودة في الاسبرتام، وفوق معناها السكر العادي 200 مرة، ما يسمى بالبوار معناها السكران، يعني قوة الحلاوة الموجودة في الاسبرتام. هل الاسبرتام هذا هو يعتبر كبديل للسكر، ونلقاه كان في المنتوجات اللي نعبر عليهم بزيغو بورسون ولا اللايت، ولا فما منتوجات أخرى زادت نجم تكون فيها الاسبرتام؟ نجم نقول العديد من المنتجات الغذائية موجود فيها الاسبرتام. قلت معناها القائمة تطول، لأن وهناك رقم معناها 6000 مادة غذائية موجود فيها الاسبرتام، مش فقط معناها المواد أو المشروبات اللايت أو غيرها. الاسبرتام يجي تحت العديد معناها من التسميات نقولوا احنا يعني كيف الـ 951، يعني فما تسميات نقولوا احنا. توا اللي يسمعوا فينا راهم متخوفين برشا، واللي شرى معناها مشروب 0% كل، لكن احنا حابين هنا نقولوا انه الاستهلاك المفرط لماده الاسبرتام هي اللي تؤدي الى اثار جانبيه على الانسان. كان نعرفوا شنو ما هالاثار هذه والكميه المناسبه اللي نجموا ناخذوها. هو لابد من التوضيح فيما يتعلق معناها بالاسبرتام الاستهلاك المفرط، يعني مش الاسبرتام السكر الصناعي هو في حد ذاته يشكل معناها خطوره كبيره، لا، لان توجهنا العلميه الطبيه الاوروبيه وكذلك لجنه خبراء منظمه الصحه العالميه في اخر تقرير اكدوا ان ما فماش خطوره يعني بالنسبه للاسبرتام ما دام تم الالتزام بالنسبه او الجرعه اليوميه المقرره. يعني قديش هي الجرعه هذه؟ 40 ملي جرام لكل كيلوغرام من الوزن معناها الجسم. فالتأثيرات أو نقولوا احنا بالنسبة للاسبرتام ما فيش خطورة ما دام ما فماش إفراط معناها في استهلاك المادة هذه. وإذا حد معناها داوم على استهلاك المادة هذه الاسبرتام، يعني أول استهلاك المادة
المواد اللي فيهم الاسبرتام بكميات كبيرة، شنو ينجم يكون تأثيره على جسمنا؟ ينجم يؤدي لانعكاسات معناها سلبية صحية، لأن القائمة معناها تطول فما معناها من الآلام الخفيفة الطفيفة إلى معناها كما نقولوا احنا فما صداع في الرأس ثم ارتفاع في ذاك الدم إلى حد الأورام. فالقائمة بالنسبة للتأثيرات السلبية في حين حصول وحدوث من إفراط المادة لابد من التوضيح. ندعو كذلك إلى حسن استهلاك الأسبرتام وغيره، معناها خاصة ما يسمى بالليزيد الكروم، معناها بصفة طبيعية المحليات الصناعية، لأن التراكمات نجم كذلك تؤدي منها لانعكاسات سلبية. فلابد من حسن التعامل، يكون عندنا تربية استهلاكية في الغرض. نقولوش احنا الليزيد الكروم معناها راهم يشكلوا معناها خطر كبير، لا، إذا ما تم معناها استهلاكهم استهلاك معناه المحكم، فمش حتى إشكال. نعم دكتور، نحن حكينا على الأسبرتام وفما زادة سكيغوز وفما سكارين زادة، هل هما زادة عندهم أثار كما الأسبرتام؟ هو يعني بصفة عامة نقول احنا ناخذ السكرين، والسكرين كذلك تستخدم معناها في العديد معناها من المواد الغذائية معناها المحلية، شي يعطيك الطعام في المواد، والسكرين فوق معناها السكر العادي من حيث معناها التحلية بأربع مية مرة السكر معناها العادي. كذلك احنا دعوتنا راهو الحسن التعامل معناها مع المحليات الصناعية بصفة عامة، زيد الكورون لا إكثر استعمال معناها المحليتين. شكرا لك سي طه الغربي على كل هالمعلومات هذه، شكرا لك. تم اكتشاف الاسبرتام بالصدفة عام 1965، واستخدموه لأول مرة عام 1974، وعام 1993 ظهر الاسبرتام بقوة في المنتوجات الغذائية كما الجازوز كما العصير وعديد المنتوجات اللي قاعدين نستهلكوا فيها اليوم. الاسبرتام كما سمعنا عنده سلبيات عديدة وأثار جانبية سلبية، وهذايا يظهر على مدى البعيد، مش معناها جوست وقت ما ناخذوا المادة هذية باش بدلنا يتأثر ويعطينا أمراض عافينا وعافكم الله، لكن ما تقولش اللي أنا ناخذ في كمية قليلة لكن راهو على مدى طويل ينجم يظهروا عديد الأمراض اللي سبقنا وذكرناهما. بعد شوية باش يكونوا بحذنا مجموعة من الطلبة المشاركين بمسابقة التحدي العربي للتطبيقات الجوال، خليكم معنا ما تبعدوش. جدلكم تحية مستمعينا وين ما كنتم على موجات إذاعة شباب، هذه المجلة العلمية مازالت متواصلة معاكم حتى نص النهار. أنا توا بحذايا في الاستوديو مجموعة من الطلبة جاءوا من المدرسة العليا للمواصلات بتونس سيبكوم، والمجموعة هذه تحصلت على المرتبة الأولى في الدور النصف النهائي لمسابقة التحدي العربي للتطبيقات أراب موبايل أبليكيشن تشالنج اللي نظم يوم 26 جانفي في نفس المدرسة، المدرسة العليا للمواصلات. جدو تحية لكل اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة شباب، هذه المجلة العلمية مازالت متواصلة معاكم حتى نص نهار. أنا توا بحذايا في الاستوديو ومجموعة من الطلبة جاءوا من المدرسة العليا للمواصلات بتونس سيبكوم، المجموعة هذه تحصلت على المرتبة الأولى في دورة النصف النهائي لمسابقة التحدي العربي للتطبيقات الجوال أراب موبايل أبليكيشن تشالنج اللي تنظمت يوم 26 جانفي في نفس المعهد المدرسة العليا للمواصلات بتونس. مرحبا بيكم على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بك أبو حمد مخلوف، شيماء بالرابح اللي كانوا موجودين في المجموعة، المجموعة ما تضمش يعني هما بركة لكن أسماء أخرى نتعرف عليهم بعد شوية. مرحبا بك مروان ضميد منظم هذه المسابقة في تونس، خاطر باش نعرفوا بها أكثر المسابقة هذه اللي هي معناها تشمل بلدان عربية أخرى. مرحبا بك مروان. قبل ما نمشي والتتويج المرتبة الأولى للجروب إنسولين بلس بلس باش نمشيو مع مروان باش يحكينا على المسابقه هذه. مرحبا بك مروان. مرحبا بك. في المسابقه هي التحدي العربي لتطبيقات الجوال، هي تحدي يرشح للتحدي العالمي لتطبيقات الجوال اللي سنه يتنظم في دورته الرابعه من 24 27 فيفري على هامش الملتقى الدولي لتطبيقات الجوال في اسبانيا. التحدي العربي اذا بلسنا الراعي العربي كان هو منظمه سيلاتيك القطريه وتعمل مع خمسة بلدان عربية اللي هي تونس، قطر، الإمارات العربية المتحدة، السعودية والأردن. التحضير للمسابقة بدأ من شهر أوت في تونس
وبدينا نحضروا لأول حدث اللي كان الأنفو سيشن، واللي لمينا فيه يعني الطلبة باش نعرفوا لهم المسابقة باش يبدأوا في التحدي هذية. من ثم صار يوم تسريع الأعمال، كان يوم 4 ديسمبر ومن خلاله الفرق تعرفوا على المؤطرين متاعهم اللي باش يعاونوهم على تنفيذ التطبيقات متاعهم. والمراحل الأخرى كانت يوم 15 جانفي كان تاريخ تسليم المشاريع، وفي يوم الأحد يوم 26 جانفي كان الدور النهائي الوطني اللي هو الدور نصف النهائي المرشح للمسابقة العربية. المسابقة هذه في تونس كانت لها نجاح كبير على خاطر عدد الفرق المشاركة كان 90 فريق اللي على المنطقة العربية كل كانوا 140 فريق، إذن أكثر من الشطر كان مشتر الفرق المشتركة كان من تونس. في يوم تسليم الأعمال كان فما 34 فريق، اختاروا منهم 15 فريق باش يلعبوا نهار الأحد اللي فات، وعلى 15 فريق ربحوا 3 فرق توجوا باش ينجموا يمشيوا يشاركوا في المسابقة العربية. والمسابقة العربية الجائزة الأولى باش تكون فيها 50,000 دولار، الجائزة الثانية 30,000 دولار، والجائزة الثالثة 20,000 دولار. الثلاثة فرق هذوما اللي مشيوا من تونس باش يلعبوا على الجوائز هذية، وباش يلعبوا زادة على ترشح للمسابقة العالمية اللي كما قلنا بتدور بين 24 و 27 فيفري في برشلونة، اللي هي أكبر ملتقى لتطبيقات الجوال وتجمع كل مشغلي الاتصالات في العالم. ذكرنا بهم الفرق الأولى بخلاف الفريق من سيبكوم، أكيد المرتبة الأولى كانت للمدرسة العليا للمواصلات بتونس سيبكوم، فريق أنسورينو بلس بلس على المشروع متاحهم جراند فيت. المرتبة الثانية كانت الحمزة سلمي سوفيان شيب وين بن شحا من المدرسة العليا من المدرسة الوطنية المهندسين بسوسة. والمرتبة الثالثة كانت الخالد الجمني وأيوب الغربي من المدرسة إسبري على المشروع متاحهم إسلامك جايد. شكرا لك مروان. احنا نمشيو توا لمحمد مخلوف وشيماء بالرابح اللي كانوا توجوا بالمرتبة الأولى داخل المجموعة اللي باش تحكينا عليها شيماء أكثر الأسماء اللي كانوا موجودين معكم داخل المجموعة هذه، مجموعة أنسولينو بلس بلس. مرحبا بك شيماء. عايشك بيك. دونك احنا الليكيب متاعنا حابين أن تكون متكاملة في معناها باش كي نخدموا الابليكاسيون، معناها كل واحد يدخل البارتي متاعه يخدمها في الدومين اللي هو يفهم فيه. دونك احنا اوني 3 انجينيور اللي هو اينو مخلوف وحسين مش بكم، ودخلنا معنا خديجه اللي هي ايتوديونت اون 4 اني ميديسين، وديجا هي اللي جاتها من عندها هي. وعنا معنا ان ديزاينر بروفيسيونيل يخدم اللي هو خالد الحميدي. فاش يتمثل البروجي نتاعكم اللي هو جراند فيت؟ هو اون فيت هو اللي يهم العباد ديابيت تيب 1 اللي الصنف 1. هذوما العباد كيفاش كانوا عايشين قبل يلزموا معناها حسب الدوز دانسولين اللي يزرقها يقعد معناها ياكل يعمل ان ريجيم اليمونتير ستريكت، معناها يمشي مع الدوز هذيك. بعد طلعت اون نوفيل ابروش اللي هي تقول ياكل شنو يحب العبد هذيا، مي اون فيت يزرق الانسولين يزرق الانسولين حسب الكونتيتي اللي كليها. بون اون فيت مش الكونتيتي مي الكونتيتي دو غلوسيد الموجوده في الماكله نتاعو، هذه الحاجه الوحيده اللي تهمنا في كل اليمون. دونك احنا الابليكاسيون نتاعنا اللي بازي سور سيت ابروش، هو جوست يسيليكسيون الماكله اللي كلاها وهي تقول له قداش الماكله هذيك فيها غلوسيد وقداش يزرق انسولين. بيان سور زدنا فيها دي زوبسيون انه تعطيه باغ اكزومبل دي بروبوزيسيون تاع دي روسيت خاصين بالدياابيت، زدنا فيها انه تفكروا في اوقات وقتاش لازم يزرق انسولين، معناها وكل مره قاعدين نطوروا حسب المستحقات نتاع العبيد هذوما. الابليكاسيون هذه تنجم تركب على اي هاتف جوال ان شاء الله في المستقبل، احنا تو بدينا نخدموا على ويندوز فون، في المستقبل ان شاء الله بتولي الابليكاسيون ملتي بلاتفورم، وان شاء الله معناتها هي احنا خدمناها تو على نطاق تونس. ان شاء الله اذا كان الابليكاسيون تم معناتها تثبيتها ولا تم معناتها من المؤسسة الصحة الغذائية في تونس، في كان وافقت عليه الابليكاسيون وعطات فيها الثقة، ان شاء الله علاش لا تكون الابليكاسيون على النطاق العالمي معناتها، فهمتني؟ واللي معناتها هذيك تولي عندنا حجة حتى كي نمشيو نحكيو مع المؤسسات واللي مع لي سنتر دو نوتريسيون في العالم، نقول لهم عندنا الابليكاسيون هذه خدمناها دونك، وعندنا راهي مصادقة من المؤسسة الغذائية عندنا في تونس، فهمتني؟ هذه معناتها تعطي اكثر ثقة للمستعمل
وتعطي ثقه حتى للبلدان اللي ان شاء الله باش نخدموا لهم، مثلا نحاول باش تكون معناتها الابليكاسيون تاعنا متي بلاتفورم ان شاء الله باذن الله. كان عندكم بحث معمق للمنتوجات اللي معناها حطيتوهم في الابليكاسيون هذيا؟ المنتوجات هذوما خديناهم من عند مشينا للانستيتيو نوتريسيون تاع تونس، وهذيا بالمناسبه نحب نشكر دكتور تركي اللي هي معناها قبلت تشوفنا وتحكي معنا وسمعت لي ديم تاعنا وعجبتها ياسر، وقالت لي هي حتى مستعده انه معناها تساندنا من بعد في مرحله متقدمه معناها من الابليكاسيون، وهي اللي عطاتنا ان ليفر فيه معناها الليفر هذا معناها معمول فيه لي زيليمون الكل وقداش فيهم كونتيتي دو غليسيد معناها. وفما حاجه اخرى نحب ناكد عليها، احنا خممنا سورتو ان تكون الابليكاسيون تشمل البلاد كامله، معناها في تونس تلقى الماكلة اللي ياكلوها التوانسه مش كيما نفس الماكلة اللي تاكلها في تونس باش تاكلها في الصين ولا باش تاكلها في الهند، ولا معناها كل بلاد باش نعملوا لها الماكلة نتاعها هكيك، معناها يعرف روحه شنو هو يزمو ياكل ما يقعدش يلوش في بلد. يعني مش المنتوجات الموجوده في تونس برك، الماكلات الموجوده في تونس برك. كل بلاد عندها باش نعملوا لها الابليكاسيون نتاعها، اللي خاطر انت باغ اكزومبل تو فما ابليكاسيون موجوده على الايفون 5 تخليك تعرف الكونتيتي دو غليسيد في الماكله وقداش زرق انسولين، مي ما تنجمش تعملها كاين في فرنسا على خاطر باش تلقى فيها ما تلقاش فيها كسكسي، ما تلقاش فيها مقرونه، ما تلقاش فيها الحاجات اللي التوانسه ياكلوهم، معناها جوست فيها كلكوز اليمون باش تيستي بيهم، مي كتونسي ما نجمش يستعملها الابليكاسيون هذه، كواحد عايش في الصين ما نجمش يستعملها الابليكاسيون. دونك احنا هذيك علاش خممنا انه كل انستيتيو نوتريسيون باش نتعاملوا معاه باش نشوفوا الماكله نتاع العباد هذوك ونحطوها في الابليكاسيون هكيكا، معناها يبدا عندهم شويه حتى تعاون معناتها حتى معناتها التوريست اللي يجيونا من برا وقت يجي يدخل في النزل التونسي ويقرا الماكله التونسيه، وهو مع التمثيل كان مريض بالديابيت تيب ما عندوش فكره على الماكله التونسيه ايش فيها، يولي ممكن ما يجمش ياكل واللي قاعد خايف. دونك الابليكاسيون هذه ممكن معناتها تكون تعاون له باش هو يجم كي يجي لتونس معناتها يجم ياكل ويكون متفرد معناتها. واللي كالكول هذوما مضبوطين يعني، يعني نعرفوا يعني لي دوزاج نتاع الانسولين لازم تكون معناها الدوزاج مضبوط حسب الطبيب. هذيك لي دوز دانسولين فما هو زوز انواع نتاع انسولين زرق، فما اللي زرق مثلا صباح وعشيه وليل هذيك دو باز ويعطيك انا الطبيب. ديجا احنا هذيك علاش ما حبيناش ندخلوا في الديتاي هذيك، دونك هذيك جوست تعطينا اوبسيون انه يختار الوقت اللي يفكروا فيه وقت الشي زرق، دونك هذيك بطبيعه حكايه تخص الطبيب ما نحبوش ندخلوا فيه. هذيا الكالكول نتاع الدوز دانسولين اللي تبع الماكله هو بطبيعته باش يعمل وحده على خاطر هو عنده الكتاب اللي هو في تونس موجود معناها اون ايديسيون ليميتي و 35 دينار باش يشريه ومش باش يلقاه في كل بلاصه، دونك هو فينالمون باش يشري الكتاب وباش يستحق كالكولاتريس وباش يستحق ورقه وباش يبدا يحسب يعمل احنا جوست وقت طويل وكل انتوا انا صور انت واحد يمشي ريستورون وتقام خارج كتاب وكالكولاتريس وكل، دونك احنا هنا بسطنا له الحكايه بالابليكاسيون تاعو كوم كوا يستعمل في الابليكاسيون معناه ما يحسش روحه هكا ملاليس في ريستورون ولا في حاجه، بالعكس يجبد الابليكاسيون ويحسب معناها ما فماش حاجه دو بلوس جبناها احنا اللي كان باش يعملوا بالكتاب وبالكالكولاتريس وكل الابليكاسيون عملوا افيك بلاكس بلوس دو بريسيزيون خاطر الكالكولاتيز نجم يخلط في الحساب، هذه معناها سي حاجه اوتوماتيك دونك جوست باش يدخل ماكله هي باش تعطيك وهكاك تسهل له حياته. فوالا هذيك احنا ديجا هذيك علاش اخترنا الدومين هيلث وهذيك علاش اخترنا الابليكيشن هذه خاطر نحبوا نعاونوا العباد هذوما، حبينا نلقاو حل المشكله موجوده في المجتمع وفي نحبوا نحسوا احنا عاوننا عباد معناها مش جوست ابليكيشن. المشاركه نتاعكم بعد في النهائيات باش تشاركوا في نفس البروجي هذا ولا باش تقوموا ببروجي اخر؟ بالطبيعه باش تكون في نفس البروجي هذا ان شاء الله، وباش تكون ان شاء الله المسابقه نصف النهائي باش تكون في قطر ان شاء الله، فهمتني، ضد البلدان الاخرين معناتها من قطر والسعوديه والامارات وغيره، فهمتني، كل كيف فيما ثلاثه ان شاء الله بعد معناتها النصف النهائي هذايا باش يهزوا من كل فريق من كل دوله فريق باش يمشيوا ان شاء الله لبرشلونه في اخر فيفري، فهمتني، باش تتوج باش يكون نشوف الفريق الفائز ان شاء الله في الاخير. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا انتم الفايزين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ديما نحن نشجعوا شباب تونس ويعطيكم الصحه وديما منورينا يعني. عايشك. مروان بعد المسابقه هذه يعني باش تحل فرص للطلبه هذوما بالمستثمرين خاصه يعني سواء في تونس ولا خارج تونس؟ اكيد هو الهدف نتاع المسابقه هو انه دعم فرص ريادة الأعمال في الشباب التونسي، وشركة الراعية للحدث اللي هي تونيزيانا ستارت اب فاكتوري يعني وعدت أنه كل الفرق الرابحة على الصعيد الوطني أنها باش تتبناها باش تبنى المشاريع متاعها. معناتها شايب محمد نجمو غدو يبدأوا المشروع متاعها ممكن يحبوا هما تاو نهار سبت باش يمشيوا لقطر يشاركوا في المسابقة العربية إن شاء الله يكملوا إن شاء الله يكملوا إذن في برشلونة في المسابقة العالمية. وكما قلنا يعني التبني موجود، الفرص موجودة،
الفكرة ممتازة برشا. الأفاق أنه المشروع علاش ربح مشروع جراند فيت من دون 15 المشروع اللي تقدموا في النهائي، هو فهم برشا مشاريع ممتازة جدا تقدمت، مشروع جراند فيت كان المشروع الأكثر عالمي فيهم، يعني أنه الحاجة هذية متاع اللي تلبيها مشروع جراند فيت لمرضى السكري هي حاجة عالمية، حاجة فيه بصمة عالمية، يعني بصمة تمس عالمية. شريحة كبيرة يعني سوى في تونس وخارج تونس. يعطيك الصحة. إذن هذا هو، وكذلك كيف ما أنه الفكرة معناتها كما نقولوا ريفوليوشنير ثورية، يعني تغير اللي معمول به توا ابروش ريفرس يقولوا، هو هذاك اللي أقنع معناتها الحكام اللي كانوا حاضرين في النهائي وخلى المشروع نتاعهم يفوز يعني بالأغلبية الساحقة في المداولات نتاع لجنة التحكيم من نهار الأحد. يعطيهم الصحة، شكرا لكم على البروجي هذايا جراند فيت اللي بيكون معناها يسهل برشا حياة المرضى السكري صنف واحد، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله هكا تعطيونا ديما دي بروجي باش يطوروا برشا المجالات سواء في الصحة أو غيرها. إن شاء الله. إن شاء الله، مرحبا بكم. المجلة العلمية مازالت متواصلة معاكم، مازلنا مع التتويجات لشبابنا المشارك في المسابقات الدولية، ونمشي وتوى للمسابقة العربية للبرمجيات. اليوم حاضر معنا أول تلميذ تونسي يتوج بميدالية المسابقة العربية للبرمجيات في دورتها 16 بمنطقة شرم الشيخ بمصر، أحمد بحولة. مرحبا بك على موجات إذاعة شباب. عايش. تعرفنا بروحك شكون أحمد بحولة؟ أنا أحمد بحولة، تلميذ من معهد نموذج بيارينا، سنة ثالثة رياضيات، عمري 17 سنة. قدمنا المسابقة اللي شاركت فيها، كيفاش كان اختيار المسابقة هذه اللي كنتي ومشاركتك في شرم الشيخ؟ هي المسابقة من أقدم وأعرق مسابقات في البرمجة في العالم. صارت أول نسخة في تونس في أكتوبر الماضي، شاركوا فيها 66 فريق و21 تلميذ. وتي جيت الأول على التلامذة المشاركين؟ الأول على التلاميذ والثاني على الطلبة. والثاني على الطلبة، تبارك الله. الحمد لله تم استدعي المشاركة في المسابقة بتاع شرم الشيخ. كان تحكينا على المسابقة هذية في شرم الشيخ، في المسابقة هذية مع شكون تنافست على الميدالية؟ تنافست مع 88 فريق من كل الجامعات العربية، وانا معايا فريق متكون من 12 تلاميذ اخرين، واحد من سوريا واحد من مصر. نحب نذكر انه معناها الفرق اللي كانت مشاركه كانت من مصر وليبيا والاردن سوريا من مصر فلسطين من البلدان العربيه، لبنان، نعم، الكويت والمغرب، يعني هي من كل البلدان العربيه. فريق يكون من اصل متكون من 3 معناها. دونك كل فريق يعطيه 12 مسألة، لازم يحل أكبر عدد ممكن من المسائل خلال 5 ساعات. شنو هما المسائل هذوما؟ يعطيك يحكي لك على مشكلة، مشاكل حياتية، ساعات تكون كيفاش عندك راهب ومش تدخلهم في الباركينج، كيفاش يجبد لك حتى على السرطان، ولازم تلقى أنت حل المسألة هذه، والحل متاعك يكون مختصر في الوقت ومربح في الميموار ويكون إفكاس معناه. مثلاً يحكي لك يعني على مشكلة موجودة وأنت تحاول تلقى لها الحل. ولا والحل هذا ترجمه في ألغوريتم في فورم دو بروغرام باش يولي فعال. كل مجموعة تخدم كفريق مع بعضها، وفما بعد ترتيب هذا يعتمد على عدد المسائل اللي تم حلها والمدة الزمنية اللي تم حل فيها المسألة، وفما بعد ترتيب تاع 88 فريق حسب المعيار هذا. دونك احنا الترتيب هذا جينا 60 على 88 فريق واعطونا البدايه نتاع المسابقه. يعطيك الصحه احمد، معناها حبيت نفهم يعني هذايا هوايه انت مغروم بالبرمجيات وثوازيام اني مات هذايا مش غريب، لكن نحسوا معناها انه فما غرام في الحكايه هذه. بون اول مره اكتشفت عالم البرمجه وقت كنت في السنه السابعه، أما ما جست خذيت ناسيون صغيرة ما تعمقتش ياسر، قصيت أنا ورجعت عام ناول في السنة وقتها كنت في السنة الثانية. وقتها بديت نتعلم في البروغراماسيون على قاعدة. أنتي تاخذ في دروس يعني خاصة أم معناها وحدك قاعد كما نقولوا احنا تبربش في المجال هذايا؟ فما عبيد يأطروا فيه يعاونوني، وفما لازمني نخدم زيدا وحدي. برشا حاجات. أحمد، وانتي في المسابقة تقييمك للمشاركين للمسابقة هذه، هل في نفس المستويات يعني المشاركات التونسية في نفس المستويات للفرق اللي قدمت المسابقة هذه؟ مستوى متاع
الفرق فيه تفاوت، خاطر مثلا الفرق المصريه هي اللي لها 15 سنه تشارك في المسابقه هذه وهما متمكنين اكثر منا. احنا مازلنا كي بدينا مازلت ما عندناش تجربه كبيره، احنا اول مره نعملوها نسخه في تونس، دونك مازلنا بعد شويه، أما إن شاء الله بالوقت نجمو نخلطو النيفو نتاعهم وحتى نفوتو. وهذايا يشرف تونس أنه معناه لأول مرة يكون فما مشاركة في المسابقة العربية للبرمجيات، تحصلوا على المرتبة السادسة. إن شاء الله بالتوفيق يا أحمد. المسابقة هذه شنو زادتك، شنو أضافت لك؟ هي تجربة محلاك بكي وحدي عيشة، تعلمت شفت برشا عبيد، خدمت مع فريق شفتهم هما كيفاش يخدموا، تعلمت عليهم فات برشا حاجات معناها. طموحك وتمنياتك أحمد للمستقبل؟ المستقبل نتمنى تونس تعدى تجاوز الفترة الصعيبة هذه، وكأنا شخصيا نتمنى نخرج لبرا نكمل قرايتي، إن شاء الله نوصل نكبر نعمل حاجة به إن شاء الله. ما عندكش يعني أنت مهنة معينة هكا توقعت في بالك اللي تحب توصل لها؟ لا حاجة معينة ما عنديش، إن شاء الله إن شاء الله. ونمشي وتوال الأجندة العلمية ومع المواعيد اللي تنظمها مدينة العلوم. تنظم مدينة العلوم يوم الجمعة 31 جانفي في الجاري بالتعاون مع جمعية التاريخ والمصالحة محاضرة في إطار المقهى العلمي حول البيات في تونس، وهذايا باش يكون على الساعة 4 مساء. حكم البيات البلاد التونسية بين 1705 و1957 تاريخ إعلان الجمهورية، لكن شكونهم هما البيات؟ كيفاش حكموا البلاد التونسية؟ الأسئلة هذه وأسئلة أخرى يجاوبكم عليها المحاضر السيد مختار بي، دكتور دولة في الحقوق والعلوم السياسية، وعبد الجليل التميمي أستاذ بجامعة تونس على الساعة 4 مساء بمدينة العلوم، فيكونوا في الموعد. في فضاءات العلمية باش يكون فما كل نهار سبت مع نص نهار عرض علمي يدرج في إطار محور اللعب بالمعادن علم البلورات، من خلال تعريف بيئة البلورية والترتيب للذرات في البلورة، وهذا ابتداء من 1 فيفري إلى 22 فيفري. وما تنساوش مستمعين الأنشطة اللي تقوم بها مدينة العلوم في علم الفلك لرصد السماء بالقبة الفلكية، وهي حصص تعليمية يومية تتمحور حول مبادئ علم الفلك وفي المجلة العلمية. وقبل ما تمشيوا مدينة العلوم، ما حبيتكم تعرفوا نجمة سيريوس اللي هي تعتبر النجمة الأكثر مضيئة بين النجوم في الفضاء. الأكثر تفاصيل على النجمة هذه، نجمة سيريوس، معايا سي هشام بن يحيى كاتب عام الجمعية التونسية لعلوم الفلك. مرحبا بك على موجات إذاعة شباب. مرحبا بك أختي. كان تعرفنا بالنجمة هذه، نجمة سيريوس، شنو هي الخصائص نتاعها وين موقعها بين النجوم في الفضاء؟ سيريوس هو نجم بالعربي يسمى الشعرة اليمانية، وهي تعتبر ألمع نجمة يسمعنا، موجودة في كوكبة الكلب الأكبر. نذكروا اللي بعجالة أنه النجوم مقسمة في السماء إلى مجموعات نجمية تقسم السماء إلى مناطق نجمية. النجمة هذه اللي هي حديثنا الشعرة اليمانية هي موجودة في كوكبة تسمى كوكبة الكلب الأكبر، وهي من نجوم فصل الشتاء. يعني توا يعني كنهزوا في الليل عينينا السماء تقريبا نحو الجنوب بشوية، نراو الكوكبة هذه ونجمة تلمع يعني شديدة اللمعان، هي نجمة سيريوس. في الحقيقة إذا نعطيه بعض تفاصيل بعد إذنك على النجمة هذه، هي في الحقيقة مهيش نجمة واحدة، هي مزوز نجوم سيريوس A و سيريوس B، يعني الشعرة اليمانية A و B، يعني هما زوج نجوم يظهرون لنا نظرا لبعضهم عنا، يظهرون لنا نجمة واحدة، ولكن إذا ثبتوا فيها بالتلسكوبات والآلات الفلكية نجموا نميزوا بوضوح أنه يعني النجمة هذه هي في الحقيقة نجمة ما تسمى بنجمة ثنائية. مع العلم أنه النجمة هذه تعتبر ثاني أقرب نجمة في سمائنا بعد نجم القريب، ونجم القريب يبعد علينا 4 سنوات ضوئية، ونجم الشعرة اليمانية يبعد علينا 8 سنوات ضوئية، وهي شديدة اللمعان. علاش الضوء بتاعها هذية معناها شديدة اللمعان؟ علاش؟ هو فما خاصية ذاتية للنجم، هو ما نسميه بالقدر، قدر نجم القريب ضعيف ياسر، يعني هو قدر، هو خاصية تترجم يعني شدة لمعان النجم. قد ما يكون القدر هذا صغير، قد ما النجم يكون ألمع. مثال نجم الشعرة اليمنية القدر متاحة إلا
1.45 1.4 نقولوا، يعني هذا يعني انه يخلي انه نجم هذايا هو شديد اللمعان والمع نجم في سمان قدر نتاعو قوي برشا، هذاك علاش نشوفوه يلمع برشا. وسدة اللمعان هو نتيجة التفاعلات النووية اللي تصير في سطحها وانبعاثات الغازية إلى آخره من الأسباب اللي تخلي أنه نجم يلمع بالطريقة هذه. ونظرا يعني أنه نجم هذا يعني مش بعيد برشا، هو ثاني أقرب نجم لنا وأول نجم يعني ترى بالعين المجردة، يعني تقريبا شافوه يعني تقريبا يعني تم تسميته يعني منذ 1600 تقريبا، يعني تم تسميته بالنجم سيريوس. هكا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، إن شاء الله ملتقانا في نفس التوقيت من 11:30 نص النهار وعلى نفس الإذاعة إذاعة الشباب مع معلومات وبحوث وتظاهرات علمية داخل تونس وخارجها. كانت معكم وفاء بركة، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. ما بقى لي كنقول لكم إلى اللقاء. المجلة العلمية. المجلة العلمية.